ام بي بوم يعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. الفحوصات تبين ان حاله الاغماء اللي جات لك دي نتيجه الضحك بتاع الفتره اللي فاتت، ولولا ستر ربنا كان ممكن يتوقف القلب او يحصل وفاه. يعني يا دكتور ما راح اقدر اضحك مره ثانيه نهائيا، انا مدمن توك توك يا دكتور على طول على طول. لا انسى بقى الضحك ده خالص، ونقلب بقى ونتشقلب على الحزن. خش بقى على الحزن، خش على السواد، خش على التعاسه، خش على الاخبار الوحشه. عاشر الناس اللي دمها تقيل، التعيسة الكئيبة قدام الناس الكئيبة. هاي حطن سنابك ورغم خليني اتواصل معك على طول. يوه ادواته يا اخي، يلا اتمنى لك الشفاء ان شاء الله. روح الله لا يوفقك ان شاء الله على الاخبار هذه. يعني ما اقدر اضحك نهائيا خلاص. سلامات يا حبيبي، طهور يا سيدي وتاج راسي انت. انت السبب، اكيد انت اللي ضحكته. اطلع برا سيكيورتي. دكتور ما هو فيه بحث تاني؟ ما هو فيه؟ خذ الراجل ده واطلع برا. حسنا ما هو سوا؟ طلع الراجل ده برا. هيا قبل 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 قبل. أمانا ايش بوياك؟ أقول لك امشي زنبيا. أمانا امشى زنبيا. أمانا امشى. كمان كنكا امشى. مالك تتبرجم؟ عسى ما هو تشاء. اه فهمت عليك، عسى شباك تنورد. انت اللي ضحكته؟ يا ابن الحلال فر عني، انا ما ضحكته ولا شيء. هو اللي اطلع برا اطلع برا. الو ايوه حبيبتي، ايوه لسه في المستشفى. الورد ماله؟ مش عايزه؟ طب يا حبيبتي خلاص، جبت لك احلى بوكي ورد في الدنيا لاحلى زوج، بس ما تنسانيش بقى في الملوخيه والكوارع والحاجات دي. اوكي يلا سلام. يلا بقى. تفضل طال عمرك. مشكور وما قصرت. وابو نواف طال عمرك ما يبي اي موظف في مسمى مضحكاتي علشان صحته بس. وانا ما اعطيت ال 500 حقتي. سموحه طال عمرك ما انتبهت لك، وانت ليش 500؟ 50 كاف بس تستاهل. فعن اللي اقوله لا تشخصوا الموضوع يا جماعه، الموضوع خطر كبير على صحه ابو نواف. مين قال لك انه احنا مضرين للصحه له؟ شايفني جراك وهذا معسل؟ وهو قال لي بالذات جراك والمعسل ما ابي اشوف رقعه وجيهم علشان صحته بس. يلا فهم الله. حبيبي انت فين رايح؟ لازم تديني شهاده خبره على الاقل اتوظف فيها مضحكاتي عند اي قصر. اعطيك شهاده خبره انت وياه. يلا بابا اشحن سيارتك وروح بيتكم. يلا يلا توكل على الله. يلا
الحين عزوز ليه ما يقط معنا بالاستراحة؟ يا أخي استح على وجهك، عزوز ما يجي إلا مرة بالأسبوع، تبيه يقط بعد؟ هو اللي مفروض يستح على وجهه، وإذا يجي مرة بالأسبوع على الأقل جمع كرتون ماء، سكر، شاهي، مو بيجي دود لديه؟ هو صادق، ما دام يدخل الاستراحة يقط زينا زيه. أهو في أحد قال قطة؟ أهو قطتي 500 ريال، مع إنه ما أظن في أحد يأخذ قطة من واحد مفصول من دوامه. أقول لا يكثر، هات القطة. لا تدف. أقول يا كفتة، أنت دفعت على القطة؟ أنا أدفع أقساط كل شهر 700 ريال. إيش أنت مطلع كسر؟ أقول قم سوي شاي أسود تلقيمة زي قلبك الأسود. سم طال عمرك ناديتني؟ ما يصير الحكي هذا، ما يصير يا جوهر، قاعد طول الوقت بروحي. لا طال عمرك أنا واقف برا علشان خاطرك، ما أبي أي متطفل يجي يقط لك نكتة يضحكك، تروح من كيسنا طال عمرك. شوف ربعك كلهم راحوا، أنا ما أرضى عليك طال عمرك، أنا أحبك. جوهر لا تسوي جو الحزن والدراما وإن خايف علي، يا ابن الحلال خلصني، الله يرحم والديك. شوف ترى شوف غير. فطال عمرك تشوف غيري؟ يعني خلاص تبي تفصلني؟ ماني فاصلك، بس انت فصلت مضحكاتية وما جبت غيرهم معزناتية. وين معزناتية؟ ابشر طال عمرك، يومين ثلاثة اسوي لك احلى اعلان واجيب لك المحزناتية. لا لا لا، ما في يومين ولا ثلاث، اليوم تدبر محزناتية ولا ترى ارجع الكويت. لا لا طال عمرك ليش ترجع الكويت؟ اليوم يعني اليوم، تحت امرك. يلا فارج. تحت امرك. السلام عليكم. يا عيال ايش الطفش ده؟ ايش تبغى انا اسوي لك؟ ضحك العيال طفشانين. اضحكهم؟ ايش شايفني؟ مضحكاتي. اجل ايش شايفينك؟ وكيل وزاره مثلا؟ وصاد وانا ما تمارس عملك بذا. يلا ابدا، يلا اقول لك يلا ابدا. الو، ايه يا جوهر؟ تكفى يا عزوز، ابي فزعتك انا طالبك، ابي لي كم واحد جوهم حزن حق الشيخ ابو نواف. تبي الان يشتغلوا عندك؟ بس المشكله بيهم الحين. لا يا ابويا، الان مو حاكين شغل ولا بيشتغل. تكفى انا طالبك، ولك 5000 وحق كل واحد منهم 10000، بس ابيهم حالا. حتى لو اديتهم 10000 كلهم يكفوا بلا استثناء، وافقوا. متى يجوك؟ الليله الليله. يا شباب أعرفكم على جوهر مدير القصر. تفضل تفضلوا. وقف انت، وين شكوا تدخلهم؟ أنا مدير على القصر ومدير عليك، فاهم؟ وعقابا كلهم يدشون إلا انت لا. ليه يا أخي؟ أنا طقي مسود في أسود من اليوم، أنا ملك الحزن هنا. مو المشكلة تدش وتطلع ما يشوفك. وهذه لك، تفضلوا يا الربع تفضلوا. انجلع اذرف يا أخي، ما تسمعي اذرف. يا كم كنكا، اسمع انت يا عدل، ابو نواف يبي اشخاص يدخلون عليه الحزن، ولا راح يصير مصيركم مصير عزوز. واضح؟ واضح. اول شخص راح يدش المقابله كفته. ليه اخترتني انا اول واحد؟ ليه ما اخترت ياسر وعامر؟ شنو تبي ولا طلعك برا؟ لا ابي. يلا انجلع. وراه معلق على انجلع. مدري عنه شو معناته، ليكون كل موصخة بس. لا 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 انجل يعني يمشي. شو اسمك يبا؟ كفتة. كفتة؟ لا ما بأكل. اسمي كفتة. اسمه كفتة؟ أكيد أمه شاورما. ضحكتك. شل سمنت مولود مطعم امش. الله يرحم أمه. شنو مرحبا امبو؟ بعدين شل على راسك هذا، شنو برج؟ هذا طال عمرك شكش بس القصه مريم فارس. سلام. الله لا يسلمك.
خذني بقى يا جروح أرجوك داويني لا تروح الروح كفى عذابي منك ليه تشقيني كفى عذابي منك ليه تشقيني خذني بقى يا جروح أرجوك داويني لا تروح الروح. صراحة صوتك حزين بس وجهك يضحك. أصدق ماسك نفسي غصب، والله ماسك نفسي غصب، وجهك يضحك. جوهر شو بالحال؟ أبشر طال عمرك. حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يا طير دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني. جميل وممتاز أدائك ونبرتك حزينة، انت جوي مبروك. اللي بعده يا جوهر. عامر بن علي، أكره الفلة والوناسة وأحب الكآبة. تشجع أي نادي؟ الأهلي، الأهلي السعودي. الله يعينك، واضح الحزن بعيونك. مصيح. وين تروح؟ وين تجي؟ بالغرفة، دائما بالبيت تاكل بالغرفة، ما أطلع ولا أجي. ما تروح مكان؟ إلا أروح العزاء، جوي العزاء. ممتاز، ممتاز، انت جوي، مبروك. الله يبارك فيك. تفضل طال عمرك. سم. ألف 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 مبروك حبايب قلبي، قبولكم بوظيفة محزناتي، بس المطلوب منكم كل واحد صورة شخصية وصورة على الهوية عشان نكتب العقد. الحين حنا اللي بنوقع العقد ولا هو؟ لا حنا، طوره فرحان أكثر مننا. مدري عنه، بس دقيقة بسأله. الحين أستاذي الوظيفة هذه فيها تأمين طبي. طبعاً طبعاً تأمين طبي VIP، سكن ومواصلات وخارج الدوام، حلاقة ببلاش، كوي ببلاش، بس المطلوب منكم طال عمرك نولعها حزن ببيت أبو نواف. طب معك ولاعة؟ حق شنو؟ علشان نولعها ببيت أبو نواف. يا حلوة! هذه حلوة حق جنودي! تكفو وقف عليها، تكفو وقف، هي هذا اللي أبي. أنت اللي اهدى أبوي، وقف. يا ذا القمر اللي علينا تغوي ما شفت زوله بيبي بين الأزوال ما شفت زوله بيبي بين الأزوال. شكله يضحك. قم 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 لا يموت، قم قم. عامل ياسر صم طال عمرك. من اللحظة هذه أنتم موظفين عندي هني براتب 5000 ريال. 5000 ريال؟ 5000 ريال شهريا؟ ما ترجع بكلامك؟ لا لا ما راح أرجع. مبروكين. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في واحد قدح راح لأخوياه فطوقي، بس أخويا زلايم الزبدة مات. أصبر يا أبوي وراك مستعجل أنت. قول علقتني. لبق السيارة ونزل القدحة. المهم يوم نزل القدحة هو يمشي كذا يمشي ناصر المخيم، أوكي؟ كان عندهم كلب، تعرف الكلب؟ إيه كلب كان عندهم. قول المهم هجم عليهم. يا أبوي قصتي ولا قصتك؟ خلاص أصبر، طيب لا تصير بثر، أصبر. المهم ويدخل المخيم ويلقاهم ميتين. شلون ماتوا؟ ماكلين شاورما وتسمموا. شلون شاورما بالبر؟ اي صح، ما ينفع شاورما بالبر. طيب اسمع انت، وشلون تبيهم يموتون؟ يا اخي قصتي ولا قصتك؟ شيك صح قصتي. دام في احداث فيها مو حقيقه ومن الخيال، قول احداث هذه القصه غير حقيقيه. احداث هذه القصه غير حقيقيه، اوكي؟ قلت بالبدايه. اسف انا. قول كمل وبعدين. المهم انت يعني وش تبي يعني؟ ايه اسمع، وش النظام؟ انا مليت يا اخي، بزر هو بزر ما ينام. جا ايش فيك تحلطم انت وياه؟ انا بيني وبينك مليت يا اخي، خويك ذا بينام بسهوله، لازم تزود شوي بالراتب، خلك رجال. زود راتبك بورصه حنا. اسمع انت وياه، هذا شغل لازم تعدونه بصدق وامانه،
وزيدكم من الشعر بيت. باكر الساعة 7 الصبح تكونون هني، لأن عنده موعد مهم بالشركة ويبيكم معاه. الله، 7 الصبح وين يا أبوي؟ فاتحين فوال حنا. خلاص خلاص أوكي، أبروح أنا أجيب ثوبي وأجي. مع السلامة. السلام. تفضل طال عمرك. تفضل. درب على الثرى السلمتين. تفضل. الجو زين؟ مناسب. مناسب. والموظفين؟ موجودين طال عمرك. موجودين. مساكين طال عمرك. شو؟ نايمين كل هذا علشان خاطرك طال عمرك. أقول قعدهم يلا قعدهم. على هالخشب. قم قم أنت وياه. حوشيه. أبو نواف. أبو نواف صباح الخير. صباح الهم والنكد عليكم وعلى كل الكرة الأرضية. وأنت معنا. ابلش. حقت ذي. أوف أوف، اسمع هذا الخبر يا أبو نواف. يقولك صار حادث سيارتين تصادموا في شارع التخصصي، والسببه قطوة. أما عاد قطوة. إيه. والسيارتين ماتوا. حتى المتجمهرين كلهم ماتوا. أوف 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 أوف. أبو نواف. أبو نواف. شوف شوف شو يقولون. يقولون منظمة الصحة العالمية انتشار مرض خطير أخطر من كورونا، وقد يتسبب بوفاة كل البشر. وحصلوا العلاج؟ ها؟ لا لا، ما لقوا العلاج. إيه ولا راح يقول. إن شاء الله اللي تبي أنت. أهلا وسهلا باللي جاي، يا مرحبا باللي جاي. إيه سلامات، ما بقول له تدبك عندنا هنا. أهدى أهدى من كذا، تفهم ولا ما تفهم؟ الحمد لله على السلامة يا وحشنا. افصل ذا يا ابو نواف، افصل ذا. انت مفصول ولي؟ ان شاء الله يا ابو نواف، والله عندي امي وابي وستي وجدي عبد الرحيم بالبيت، وين بدك تطلع لي نزيه؟ راح تسوي لي باب الحارة، انت مفصول. ابو نواف سوى خروج نهائي الحين. لا لا حرام عليك، خروج نهائي عدا 5 دقائق اضافي يستاهل. يا جماعة الخير تراكم ظلمتوه، ما سوى شيء هو. ابو نواف افصل ذا. بس انا ما سويت شيء، وعندي ظروف وعندي اقساط وعندي 5 عيال. عندك 5 عيال ايش تبي الوظيفة؟ بيع واحد يسوي لك مشروع. انت معنا واصبر، انت معنا ضدنا. اهدى 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 يا ورعان. ابو نواف عندي لك حل. من الآخر قفل الشركة. قفل الشركة؟ حرام عليك يا أبو نواف، وضعي صعب، وين تبيني أروح؟ ما يصير يا أبو نواف، أنا زواجي بعد أسبوع. كذا مرتاح؟ الحمد لله حالي مستقرة. الحمد لله. لا تناظر لا تناظر، أنت مبسوط. العقد اللي وقعناه طول العمر راح يحسن من نوع الشركة، وهيزيد من إنتاجية الشركة وكمان من رواتبنا. أهم شيء صحة أبو نواف، تفهم ولا ما تفهم؟ يا أخوي تشتب مكلمك أنا، وش تبي من أنت؟ زفة 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 زفة. مبروك مسوي تذبة أنت وجهك هنا. أفصل يا أبو نواف. مفصول. ليه مفصول يا أبو نواف؟ يا أبو نواف تكفى، لا تهدم بيتي يا أبو نواف. وش مسوي لك أنا؟ تدري شلون؟ الكل مفصول. ليش؟ سلامات، بحراج انتم بحراج. اهدى اهدى من كذا. تدري شلون يا ابو نواف؟ خربها. فرح الشركه مقفول. يا ابو نواف على فرح. يا مرحبا مرحبا، ألف مبروك ألف مبروك. ماشي إن شاء الله يصير خير. مع السلامة. أشوفك حزين ما شاء الله، إن شاء الله المكالمة فيها خبر شيء. هذا صاحبي وصديق عمري، عازمني على عرس ولد الليلة وملزم إني أحضر. أفا لا حول ولا قوة إلا بالله، زواج؟ أنا خاف إني أروح وتنتكس حالتي، فأبيكم تكونون معاي. أبشر بنا.
اسمعوا يلا يا ربي اسمعوا يا لحظه لحظه انزلوا قبلي امسح المكان عدل عفو عليك ابشر ابشر انا بنزل الحين افلمه افتح لي الباب يلا يلا امسحها عدل ها عليك عندك فوطه ولا لا عندي شماغ سلامات سلامات فرقة شعبية وفلة 20 سنة زواجاتنا كلها عزة والحين فلينها ألف مبروك للعرسان أبو نواف جاي أبيكم الحين لا منا دخل ها توقفون الفلة ولا منا طلع فلوها وتركسوا أوكي وليه وش فيه إيش دخلك أنت الرجال مريض لا منا ضحك أو استانس يغمى عليه خلاص ارجع للزواجات القديمة ولا منا طلع فلوها وتركسوا اوكي اوكي كفو يا رجال السلام عليكم مبروك يا ابو خالد شنو ضاح شارب لبن مبروك يا ابو عبد الله بخرخرم ليش الظهري بتسابقون دق على السعار حبيب اخ شرق عطني لبن شويتك انت خربت كل شيء دلوقتي محتاج جرعه كبيره من الحزن علشان يرفع من مستواك ليش يا دكتور حرام عليك يعني ما اقدر افرح ولا اضحك ولا استانس حالي حال خلق الله ليش والله الربع يقطون قطات قاعد امسك نفسي قصم جوهر هذا عندك قطات قطك بالارض يعني دكتور خلاص من اليوم ورايح ما يشوف مسرحيات تكفى يا دكتور تكفى شو بلي حل عندي حل احنا ممكن ننقل قلبك مكان قلب واحد تاني بس ده يكلفنا حوالي 50 مليون ريال 50 مليون ريال؟ جوهر بوكك معك؟ نعم يقول لك 50 مليون بوكك معك تشتري كركت زين دكتور ومنو هذا الشخص؟ لا يكون انت ضروري يكون حد لطيف ظريف دمه خفيف بالعربي كده يعني مضحكاتي موجود مليون الله يرحمه كان نذل